انا داري البلد دي تبقى زي زمان، فيها وضع، فيها امان، فيها صحه، فيها تعليم، وكل يكون فيه. الشعور بتاعك انك انت بتساعد زول انه هو يلاقي الهوب، يلاقي الامل انه هو يتعلم او يلاقي فرصه في الدنيا احسن، كان بشوفها في الناس ديل انهم هم عايزين يحسن من نفسهم. انا البني ادم الضعيفه دي لو كنت بقول لهم حاجه 1% هكون انا اساعد زول في الدنيا. بنتكلم عن الاميه الابجديه، عايزين نمحي الاميه الابجديه، فقدر شنو في ناس سودانيين أعمار مختلفة ما لقوا حظهم في إنه يتعلموا القراية والكتابة. بنصل لحتة إنه ما في أمية في السودان، دي مقدور على لو الناس كلها تكاتفت والجهود دي كلها توحدت، حاجة ما صعبة. الشعب المعلم هو إحدى مشاريع مبادرة تعليم بلا حدود. مشروع الشعب المعلم مهتم بالقضية بتاعت محو الأمية وتعليم الكبار. التعليم فيه مجان. ما الشعب المعلم مع إنه عمره هسه 2 سنين كده صح؟ أنا والله كبرني زي 200 سنة. بالتجارب اللي أنا شفتها أضاف لي حاجات كثيرة وصفات كثيرة. صبر، أنا ما كنت بصبر. أنت ما شايفين كلهم قاعدة أمشي أقرا، عندي مدرسة، يعني بقي زماني ما قاعدة أجي أعمل فيه زول، بقي طوالي في اللي بيضحك بس وفي اللي بيضحك لي، يعني ضحكت مجاملة، ضحكت شيناء استهتار، لكن سبحان الله نهاية ما تعقدتها. وأنا بطلب من كل زول داير فرصة لتعليم ولأي سبب من الأسباب قطع التعليم وداير يواصل، الفرص موجودة. أنا خلصت الدراسة عايزة أبقى شيخة في القرآن الكريم. بنقضي يوم جميل يعني، درسنا ما شاء الله يعني ما قصروا معانا بحاجة، ممتازين. والله كان ظروف لي مرض الوالدة فكان وقفني من الدراسة، كان فترة كده معينة كده. الله يحلمني أقرأ إدارة أعمال وأنظم لنفسي يعني شركة. هيدا شيء ساعدني أقدر أتم القراية. حسيت طموحي كان كبر شديد، إنما حاجة كان خلصتها منها كان برضه فاجأوني، كان بتالتة دي برضه كانت حاجة سمحة شديد. إنه من همشي ليش ما همشي دي الجامعة، إنه تخصص أحياء خصوصاً أحياء طب أسنان. أبقى ضابط في الجمارك، إنه أواصل في شغلي وأشتري لي بيت ويكون عندي عربية أوصل بناتي المدرسة والجامعة وظروف المواصلات اللي فيها صعبة. أبدع في الـ IT، عايز أدرس. أنا أصلاً طموحي من ما قمت بحب التدريس وعايز ادرس، بس زي ما قلت لك دير نوصل المعلومه دي لادنى زول في السودان، ادنى منطقه. وشوف الناس اللي معاه ومتطوعين اللي معاه من من المستفيدين ذاته زول، يعني بيستفيد منهم في حاجات كثيره شديد. بعدين بتحس بحاجه كده، يعني شعور كده هو ما بقدر اوصفه، ولا حاجه كده بس راحه نفسيه من جوا. لا يا اخي، هنا زي ما نقولوا كميه الاخوان اللي لقيناهم هنا في الحته دي اللي عندهم نفس الطموح ونفس الافكار اللي هم بيشاركوها معك، ودوك شجاعه يعني يدوك انه يوروك انه العالم ده لسه بخير، يعني لسه في ناس بتفكر انه تعمل حاجات كويسه وحاجات صح في المجتمع. المدرسه بالنسبه لي دي حاجه نقطه كبيره جدا جدا في قلبي انا، ومن زمان انا كم دخلوني سجلوني مدرسه من زمان من كنت طفل. مسجلين انا ما بمرق، انا من قمت بهذه الحاجه دي، لكن ما لقي ده. الناس كلهم يعني يرجعوا للتعليم، الاب، الام، الابناء، لازم الناس يرجعوا للتعليم. لو الام والاب بيبقوا ما متعلمين يقفوا ورا ابنائهم حتى يتعلموا، هم ذاتهم يرجعوا يتعلموا، ما فيها حاجه يعني. والله امي انا بفخور بيكي اني انت قريتي وتعلمتي واجتهدتي عشان انت تمشي لقدام. والله انا الدافع انه ابوي قال انه دي مال البصير بتاعته الوحيد، قال ان انا اكمل قرايتي. الدافع اللي خلاني والله يقرا طبعا امي، فكان مره قعدت اقول له اقرا اقرا اقرا، فشنو حبيت افرحها. بس الدعم كله متوفر، اي زول هنا في الشعب المعلم بدعمه. مثلا يعني هنا البيئه اللي هنا الاقليم اللي قاعدين فيه ده، انا عشان اقدر اساعد مثلا كم اتخرجت لقيت طريقه وصلت تعليم لحد بيجيت دكتور ولا حاجه تاني بيكون فيها هنا في الدوله، الزول مسؤول غايته في الهنايه. انا حابب اقدم الهنايه للاجيال الجاي ولاساس حلتنا ذاته. كانت حلوه شديد وضغط شديده، لكن كانت ممتعه في نفس الوقت. يعني كنا بنجي من الصباح بنشارك سوا في الحصص،
وعندنا لمة ظريفة شديد حقت فطور طلبة على أساتذة، وكانت يعني بجد مرحلة سفحة شديد بالنسبة لي، من أجمل أيام حياتي. يعني قبل ما أرجع يعني ما كان في إحساس بتعلمها، يعني الحياة كانت عادية روتين ثابت، لكن هسه ما شاء الله عرفت ناس كتير ومن جهات مختلفة، كان على أساتذة كان طلاب، وبجد كلهم يعني أخوان أخوان، وبعتز إني تعرفت عليهم.